مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء متجدد مع قلوب مصري. قلوب مصرية صوت الوطن والمواطن. تابعنا، يمكن تابعنا في بداية الحلقة، شفنا مصر كانت وكيف صارت. دور واجب علينا ان احنا كلنا بنساند القيادة السياسية. احنا شايفين في مصر دلوقتي اكتر من 100 حزب، احزاب نقول اوضة وصالة وهياكل كرتونية. الموجود منهم على الساحة يمكن 5-6 احزاب هما اللي اشتغلوا، يمكن ما تعدوش العشر احزاب اللي موجودين في مجلس الشيوخ او في مجلس النواب. النهارده بيسعدنا يكون معانا اعضاء من حزب حماة الوطن. اعضاء حزب حماة الوطن حزب موجود في الشارع وليه دور فعال في المساندة وفي دعم القيادة السياسية. خلونا نتعرف عليهم ونتعرف على افكار ومبادرات الحزب اللي هنبدأ بيها نوصل لمصر 2030. خلونا نرحب بضيوفي الأول، الأستاذة شيرين مصطفى سالم أمين التدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن أمانة محافظة الجيزة. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا بيك. المهندس محمد أبو الفضل أمين تنظيم الحزب حماة الوطن بالبدرشين. أهلا وسهلا بك يا باشمهندس. أهلا وسهلا. الأستاذ عبد الحليم لبنة الأمين المساعد للحزب في أمانة البدرشين. أهلا وسهلا بك يا صاحبي. أهلا وسهلا. الأستاذ مراد خلف الله أمين الشؤون الاقتصادية بحماة الوطن أمانة البدرشين. أهلا وسهلا بك. خلونا نبدأ مع الأستاذة شيرين. أستاذ شيرين، عاوزين نعرف نبذة مختصرة عن حزب حماة الوطن ودوره في الشارع. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين جميعا. حزب حماة الوطن حزب نشأ بعد الثورة، هو من 2014 تم إشهاره. إحنا الحمد لله، بس يعني مع إن إحنا بقالنا كده 7 سنين، ولكن الحمد لله قدرنا إن إحنا حزب متواجد في جميع المحافظات في جميع الأماكن. إحنا لينا نوابنا الحمد لله المرة اللي فاتت والمرة دي، سواء في النواب أو في الشيوخ. إحنا بنعمل على الأرض، مش مجرد كلامه بس، عندنا الكثير من المبادرات، الكثير من العمل مع المواطنين ومساعدتهم ومشاريع كتيرة بنقدمها ومقترحات لمساندة الدولة. طبعا احنا بنعمل تحت شعار مع النحمي مع النبني، كلنا ايد واحدة، كلنا هنحمي هذا الوطن وكلنا هنبنيه مع بعض. ما عندناش فرق بين اي حد، ما عندناش حاجة اسمها ده غني ده فقير ده لون ده جنس، كلنا مصريين في الأول وفي الآخر. شيء مطمن وبداية كويسة ان احنا نتكلم عن حزب فعال وفاعل في الشارع. نرجع للأستاذ عبد الحليم الأمين المساعد للحزب في أمانة البدرشين، وعاوزين نعرف دور الحزب في البدرشين والتواجد في الشارع. أهلا بك يا أستاذ محمود، وبرحب بالسادة الضيوف زمايلي في الحزب. هو حزب حماة الوطن يعني على ما شفت حزب ليه كوادره وليه القيادات بتاعته، ماشي. واحنا من خلال القيادة السياسية احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نساعد القيادة السياسية في شتى المجالات، منها في تكافل وكرامة، ومنها في العمالة الغير منتظمة، ومنها في التفاعل مع الشارع والمواطنين داخل المركز ومدينة البدرشين. احنا الحمد لله عندنا حوالي 18 أمانة حزبية في على مستوى مركز ومدينة البدرشين، وأمانة المركز نفسها موجودة الحمد لله ومتشكلة، ماشي. واحنا كلنا بنعمل يد واحدة، بنعمل يعني مع جميع الأحزاب اللي موجودة على الأرض، ما عندناش خلاف، بنعمل مع الأجهزة التنفيذية وبنتواصل معهم دايما وشغالين على الارض الحمد لله. نرجع للاستاذ المهندس محمد ابو الفضل امين التنظيم، ونتعرف على الهيكل التنظيمي في مركز البدرشين والكوادر اللي موجوده والامانات الحزبيه اللي موجوده في ال 17 18 قريه اللي في البدرشين، وكيفيه توظيف هذه الكوادر لخدمه مركز البدرشين واكيد خدمه مصرين الغاليه. اكيد طبعا. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمود. أصلاً. احنا في البدايه احنا بنتكلم على الدور التنظيمي داخل المركز. احنا طبعا كحزب حماة وطن احنا بنبدا في البدايه بنعرف الناس بنفسنا. احنا حزب متواجد على الشارع ومتواجد ما بين الناس زي ما الاستاذه شيرين قالت. احنا بنفكر شويه خارج الصندوق، بنفكر دور فعال للحزب، ان احنا يكون لنا دور فعال لخدمه الناس في الشارع، ويكون لينا دور برضو مشاركة مع الدولة ومع مؤسسات الدولة في تفعيل كل المبادرات اللي بتقوم بها الدولة. ده طبعا بنقوم بيه من خلال المبادرات بتاعتنا،
مبادراتنا والشغل بتاعنا ان شاء الله يعني باذن الله. عندنا طبعا كذا مبادره شغالين فيها دلوقتي، وبالنسبه طبعا لمحو الاميه، وبالنسبه للمبادره التكافل وكرامه، احنا برضو يعني احنا بنحاول بقدر الامكان نساعد الدوله ونساعد مؤسسات الدوله في تحقيق الاهداف الاستراتيجيه للدوله في خلال الفتره القادمه ان شاء الله يعني باذن الله. نشوف الاستاذ المهندس مراد خلف الله ونتكلم عن المبادرات اللي ساهم فيها كامانه الشؤون الاقتصاديه في كره ومركز البدرشي. اهلا وسهلا بحضرتك، برحب بالضيوف كلهم وبك يا محمود. بصراحه يعني الموضوع كله او لب الموضوع الحزب وشكليات الحزب والطرق والتنفيذ، يمكن بشوف او بطلع على حاجه كتير. طبعا المبادرات اللي بتتم وكل اللي بيتم تحت طبعا رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الطرق والمنشآت، ويهمنا تنظيف المداخل البدرشين كلها. انا كف حزب حماة وطن بتكلم على مركز مثلا، مركز البدرشين، مدخل البدرشين، مدخل الكره، تزيين الكره، تزيين المداخل، طبعا ال 1500 كره اللي هو داخلين طابطين الترع، طابطين الكلام ده كله، بنقف على ارض الواقع، بنقف بنفسنا، بنلمس الموضوع بنفسنا. في الفعاليات اللي جايه، الفعاليات القادمه اللي احنا بنبص عليها، مبادرات معينه احنا مش بنحضرها، بنعمل بها مبادرات معينه ان احنا نحضر على ارض الواقع، نقابل الناس. طبعا في بصراحه كلام كتير مهما نقوله مش هيكفي حلقه او هيكفي وقت معين يعني، بس طبعا كل اللي هممنا المبادرات اللي بتتم، الفعاليات اللي تمت. طبعا احنا عملنا الحمد لله رب العالمين، الحزب قام بتنظيف مدخل البدرشين وكم كرة، واللي جاي طبعا المبادرة الصحية، يعني احنا بنتكلم على مثلا في طبعا كمامة ان شاء الله بأمر الله، بنتكلم ان احنا المبادرة اللي جاية طبعا في دخول المدارس، تطهير المدارس، تعقيمها، بالنسبة للكمامات ان كل الطلبة وكل الاولاد خوفا على مستقبلهم، خوفا على مستقبل الشباب والبنات والاطفال اللي هم اولادنا اللي هم التأسيس. طيب احنا هنتكلم عن في معنا، يمكن في صور كنترول بيكلمني ان في صور من توزيع الكمامات، المبادرات اللي انتوا قمتوا بيها، يا ريت الاستاذ عبد الحليم يكلمنا عن المبادره دي. والله المبادره دي يا استاذ محمود هي جت يعني ايه، يعني بجلسه ما بين اعضاء مجلس امانه المركز، وكانت معانا سيدات موجودين في امانه المركز، اقترحنا ان احنا نقوم بمبادره توزيع الكمامات وتوزيع المطهرات على المواطنين في مدينه ومركز البدرشين بطريقه عشوائيه، ولا كانت طريقه منظمه؟ يعني اخترت مكان؟ لا باشا منظمه، اللي احنا كنا يعني احنا قلنا مثلا نختار النهارده البدرشين ونروح النهارده. احنا كنا واقفين على مدخل البدرشين مواقف، والناس خدت الكمامات، اللي معاش كمامه خد، اللي معاش مطهر خد، ماشي. اتنقلنا بعد كده لقرى في قريه ابو رجوان ووزعنا كمامات، ماشي. وجاري برضو ان احنا ان شاء الله هنبدا توزيع الكمامات والمطهرات مره ثانيه على المواطنين، ودخول المدارس ان شاء الله هيبدا الحزب حماة الوطن مركز البدرشين بتطهير المدارس بالتعاون مع إدارة البدرشين التعليمية، ماشي، وتوزيع الكمامات على الطلبة وأولياء الأمور إذا كانوا موجودين هنوزع عليهم كمامات إن شاء الله. ويعني أنا أعتقد إن احنا هنقف معاك وناخد المداخلة، يمكن المداخلة السريعة من سيادة اللواء محمد الغباشي. أهلا وسهلا بك سيادة اللواء. اللي هو محمد الغباشي، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا فندم؟ احنا النهارده بنتكلم النهارده عن حزب حماة الوطن ودوره في مسانده القياده السياسيه في الشارع، وحضرتك واحد من الرموز الوطنيه اللي يمكن احنا لمسناها من بعد ثوره يناير حتى وقتنا الحالي، وليك دور فاعل سواء في المحافظات، في كل الاماكن. حضرتك عضو مؤثر جدا، ويا ريت تكلمنا عن المبادرات اللي جايه الخاصه بالحزب. انا بشكرك يا فندم، واحنا كحزب حماة الوطن احنا بنرحم ثوره 30 يونيو والمعاناه اللي شافتها الدوله المصريه في اثناء السنه السوداء وحكم الجماعه الارهابيه لمصر، واللي كانت مدخلانا في نفق مظلم، يعني ربنا اكرمنا وخرجنا منه بفضل القوات المسلحه وثوره الشعب اللي ايدها وساندتها القوات المسلحه لانهاء حكم الجماعه الارهابيه لمصر. بعدها مصر عاشت سنه انتقاليه
وبعدين تم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة أكثر من 97%، وتم انتقال سلم للسلطة من المستشار الجليل عدلي منصور إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوالت المشروعات القومية، تم الإصلاحات الاقتصادية، وتزامن مع هذا حركة بناء المشروعات القومية العملاقة في كل الدولة المصرية. كان لزاما على كل القوى السياسية المخلصة للوطن إن هي تدعم وتساند، وأنا الحقيقة يعني لن أدعي غير إن أنا جندي أخدم بلدي في أي موقع وفي أي مكان وبكل ما أملك عليه، لأن أنا واحد من الناس اللي بقول إن لحم خير بلدي عليا وعلى أولادي وعلى أهلي، ووطنيتي وانتمائي بيحتموا عليا ان انا اقدم كل اللي اقدر عليه من جهد ومن فكر لصالح ابناء وطني. وبالتالي قام حزب حماية الوطن بكل ما يراه مع القيادة السياسية، واحنا شفنا الحقيقة المبادرتين العظيمة اللي هي كانت مبادرة 100 مليون صحة وقضاء على فيروس سي، وبعدين كان تحرير سعر الصرف. تخيل يا استاذ محمود لما لو جت كورونا وكانت الناس عندها فيروس سي زي زمان، او ما كانش اتعمل 100 مليون صحه، كانت اعداد الوفيات هتبقى رهيبه. وبالتالي ايضا القوه الاقتصاديه اللي اكتسبناها من التحرير وخطوات الاصلاح الاقتصادي ساعدت الدولة على أنها تقوم وتمد إيدها للفئات المتضررة من أزمة كورونا وعمال اليومية اللي بطلوا، وأن هي تقدم مساعدات. ألو؟ أيوة فندم، أنا معاك يا سيدي. لو أنا يمكن كان حزب حماية الوطن الحقيقة بجهد مشكور في كافة المراكز وفي كافة المدن والقرى في مصر بالأماكن الكثير التردد عليها من المواطنين زي أقسام الشرطة، المساجد، الكنائس، البنوك، وكمان دخلوا في مناطق على المدارس قبل إيقافها، ده ابتداء من أزمة كورونا بتطهيرها وتعقيمها وبعض وسائل المواصلات والأماكن التي يكثر تردد المواطنين عليها. ودي كانت مبادرة قام بها أبناء حزب حماية الوطن، اللي احنا كلنا بنقول ان احنا صحيح مدنيين، ولكن المدنيين والعسكريين السابقين من أبناء حزب حماية الوطن كلهم حاسين ان هم لابسين أفرول تحت القميص والبنطلون وتحت البدل. انا يمكن شهادة حق اقولها، انا يمكن كنت شاهد عيان في كتير من الندوات والمؤتمرات حضرتها مع سيادة اللواء محمد الغباشي، الرجل الوطني المخلص، واكيد هيفرز لينا كوادر على نفس المستوى ان شاء الله. انا بحييك يا فندم وشكرا جزيلا لسعادتك. شكرا ليك. شكرا يا فندم. نكمل حوارنا النهارده مع الاستاذه شيرين، ونتكلم عن المبادرات ونتكلم عن الندوات وكيفيه اعداد كوادر. يمكن سياده اللواء اتكلم ان في ورش عمل لاعداد كوادر، في تثقيف سياسي وفي كوادر عشان المحليات، في شغل كتير بيتعمل في بالظبط. احنا الحزب عندنا يعني ليه فكر، يعني معتمد تماما على الفكر. المبدا اساسي من مبادئ حزب حماية الوطن هو الاستثمار في البشر. من هنا جت الفكره ان احنا شايفين ان الثروه البشريه المصريه لازم نستغلها صح عشان نبني بلدنا ونحمي بلدنا من المتربصين بيها. بناء على كده احنا عندنا برامج شغالين عليها، دي برامج، في برامج عامه مش مجرد للمحليات وفقط وكده، او ان احنا بنبني الانسان المصري، بنبني من جوانب مختلفه سواء سياسيا او حتى كمان تطوير الذات وتحديد الاهداف، وبنعمل لدوت كمان فعاليات لورش عمل مختلفه. كنت شايف ان انت عملت دوره اداره الوقت والثقه بالنفس بالظبط، دي مهارات حياتيه. الناس لو خدت الدورات دي هيقدر ينظم وقته. تنظيم الوقت او اداره الوقت ده حاجه مهمه جدا، لان احنا في مصر يعني مفيش ثقافه الوقت، فبيضيع مننا وبيهدر وقت كتير جدا.
وبنتعرض، وكمان الاداره تحت الضغوط لان احنا كلنا مضغوطين. طب فين المراه حضرتك من اهتمامات حزب حماه الوطن، وفين ذوي الاحتياجات الخاصه من اهتمامات حزب المراه؟ طبعا موجوده وكل حاجه. ما طب ما هي المراه برضو من ضمن دولت، بس يعني المراه ليها لوحدها جانب تاني شغالين عليه في تأهيلها برضو، سواء نفسي او صحي، نفسي وصحي. بنشترك طبعا في مبادره السرطان للرئاسه، مشتركين فيها وبنوفر عربيات للكشف وكل حاجه. بنعمل كمان للمراه المعيله طبعا، بالاضافه الى تكافل وكرامه، بناء على ان احنا حزب متواجد على ارض الواقع، فاحنا بنحاول ننقل مشاكل السيدات المطلقات او المعيله او الارامل او بنحاول كمان نعمل لهم المشاريع الصغيره ومتناهيه الصغر. ليه؟ لان احنا مش بنعتمد على المثل الصيني اللي بيقول لا تعطيني سمكه ولكن علمني الصيد. لا، ده انا عايزه اعلمه ازاي ياخد الصناره اللي كان هو يتعلم يصنع الصناره نفسها عشان يبقى عنده اكتفاء ذاتي كده، عنده الصناره هو اللي صانعها وهيعرف يصطاد وهيعرف كمان ياكل السمك. خلينا نروح للمهندس محمد ونشوف الجديد اللي اكيد منتظرينه الاهالي في كره البدرشين، المبادرات والفعاليات والشغل اللي على ارض الواقع في الفتره اللي جايه. والله يا استاذ محمود، واحنا ان شاء الله يعني احنا توجهاتنا الفتره الجايه ان شاء الله في عندنا كتير جدا من الفعاليات خلال الفتره الجايه باذن الله. عندنا فعاليات طبعا ان شاء الله مع الشباب، مع دور الشباب، مع دور المراه. واحنا طبعا بالمناسبه بنشكر توجهات الدوله كلها، وبنشكر سياده الرئيس بالنسبه لان هو اعطاء الدور واعطاء نصيب كبير جدا للشباب في المشاركات، في المشاركه عامه في الحياه السياسيه، وده ظهر كتير جدا في الحياه النيابيه يعني في مجالس الشعب والشورى، وجايه لسه المحليات ان شاء الله. ففي توجهات كتيره جدا من الدوله تجاه الشباب او دور الشباب في البلد، ودور برضو المراه جانب كبير جدا برضو للمراه. فاحنا ان شاء الله توجهاتنا كلها مدعمه لقرارات الدوله ولنظام الدوله ورؤيه الدوله خلال الفتره اللي جايه. فان شاء الله احنا عندنا مبادرات باذن الله مع الشباب في التدريب وفي التثقيف، وبالنسبه للندوات والرياضه ودور الرياضه في مصر. واحنا معانا مداخله من سياده اللواء محمد الكيلاني. اهلا وسهلا بيك يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. احنا بنتكلم عن دور حزب حماه الوطن في ارض الشارع في محافظه الجيزه، ويمكن كان اخر حاجه حضرتك كنت مشارك في ورشه عمل خاصه بدعم الفلاح سوسه النخيل. يا ريت حضرتك تدينا فكره عن المبادره دي. حزب حماه الوطن ده حزب ينفرد بانه حزب من الطبقه المتوسطه. كلنا عباره عن مستوى اجتماعي متقارب. احنا بنمثل الشريحه اللي هي بتمثل السواد الاعظم للشعب المصري. فتهلي احنا في الشغل العمل الحزبي او العمل السياسي حضر كل امين امانه فرعيه او امانه اي بيشوف هموم المكان اللي عنده. فمثلا في المبادره اللي حضرتك اتكلمت عليها اللي هي سوسه النخيل، مكافحه النخيل اللي هي كانت بتهدد حوالي 2 مليون نخله في جنوب الجيزه بدءا من ابو النمرس لحد البدرشين. احنا لقينا ان الفلاح بيعاهد النخله اللي هو بيسموه سوسه النخيل. في كتير اشتغلوا في المكافحه الفلاح اعباء ماليه، ومعظم معظمها بقت بالفشل. فاحنا تملي من نعالج المشكله باسلوب علمي. احنا عندنا في الحزب عملنا ورشه عمل وتعاون ما بين اداره اماكن البحث العلمي مع امين الفلاحين مع امانه المهنيين، وبدانا نحل المشكله باسلوب علمي ودعم ليها. ليه؟ وصلنا ان احسن وسيله للمكافحه عباره عن الحقن بالمبيدات الحيويه. النخله مثلا كانت بتكلف حوالي 150 جنيه، احنا دعمناها وصلنا ان شاء الله باذن الله المكافحه اللي النخله الواحده هتقف بحوالي 55 جنيه شامله المتابعه و بعد ذلك. وبالنسبه اللي احنا تملي بنشتغل على ليه يا فندم؟ ليه
يا سيادتي اللي هو ليه يا فندم اخترته قرية المرازيق تحديدا؟ انا مثلا بالنسبه لي شغل الشباب واللي هو الهدف اللي كل الدوله والسيد الرئيس نفسه بيحاول يبذل مجهود جامد جدا عشان خاطر دعم الشباب وتثقيف وتطوير الشباب. احنا عندنا لف الشباب اسمه لف الانتباه. امانه الشباب عندنا بتحاول تعمل او بتحاول تاخد الشباب بتاع الشباب المصري اللي هو القوه الملتهبه دي وتحاول توصله الى الانتهاء لبلده عن طريق تنظيم زيارات لبعض القوميه بتاعت السيد الرئيس. بنحاول نشارك في المؤسسات في الفاعليات بتاعتها. ده هيخلق نوع يشيل الجدار اللي بين وبين رئيس المؤسسات ومن الشباب. بخلي الشباب دول كلهم عباره عن سفره للمشاريع القوميه ومؤسسات البلد. بالنسبه مثلا لملف المعوقين اللي هو سياده الرئيس بيركز عليه وتملي في اي فعاليات بيحاول ناخد بيد المعوقين ونحاول ندور لهم على فرص عمل ونحاول نهض بيهم. بنحاول نعمل تدريب للمعوقين في بعض الصناعات البسيطه زي مثلا صناعه المنظفات، زراعه المشروم، زراعه الاسطح، بحيث بيبقى عباره عن مشاريع بسيطه جدا 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 براس مال بسيط بس بتدر دخل للمعوق اللي هو محتاج فعلا اللي هو بيديله كده. يعني نقول يعني سياده اللواء منظومه الصحه اللي ان شاء الله بنعملها الحمد لله بالمجان باذن الله هيبقى عندنا منظومه صحيه كامله لمحافظه الجيزه بالكارنيه بتاع حماه الوطن ده ياخد تخفيض في معامل التحاليل في الاشعه في الدكاتره في الصيدليات ان شاء الله. حزب حماه الوطن حزب مؤسسي واضح ان حضرتك تملك من الافكار والمبادرات اللي محتاج حلقات ان حضرتك تبقى ضيفنا في الاستوديو ونتكلم عنها بالاستفاضه. وانا بحيي حضرتك لاهتمامك بخلق كوادر شبابيه تقدر تخدم بلدها الفتره اللي جايه. انا بشكرك يا فندم. شكرا جزيلا سياده اللواء. نرجع للحاج عبد الحليم ونتكلم عن مبادره انتوا كنتوا عاملين مبادره النافوره او تزيين مداخل البدرشين او الكره وكده يعني. هو طبعا احنا كان اول فكرنا ان احنا نطور مدخل مدينه البدرشين اللي هو شارع النيل السعيد، وفعلا خدنا على عاتقنا كاماره مركز ان احنا نطور المدينه النافوره ديت ونجملها ونعمل فيها استراحه للمواطنين اللي هم بيستنوا الميكروباص او بيستنوا الاتوبيس او رايحين شغلهم او حاجه زي كده. النهارده الحمد لله احنا طورنا شارع النيل السعيد وشغل النزار على الارض فعلا، ويمكن في ناس كتير يعني قدمت لنا الشكر على المجهود اللي اتبذل في شارع النيل السعيد. اسمح لي يا استاذ محمود ان انا اولا اتكلم بس بعد اذنك على مصر الحديثه. اتفضل. مصر الحديثه برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو اول مبادره عملها هي مبادره 100 مليون صحه اللي هي القضاء على فيروس سي. مش النهارده الحمد لله الحمد لله ان مفيش واحد بيعاني من فشل كلوي بتاع ده كبدي ماشي، والحمد لله كان العلاج متوفر في الوقت دوت ماشي. والرئيس بدا برضو بموضوع العشوائيات وتطويرها، بدا بموضوع القرى الفقيره، بدا بموضوع تكافل وكرامه، بدا بموضوع ربط مدن المحافظات مع بعضها، انشاء الكباري وانشاء الطرق. كل ده القياده السياسيه الحمد لله بنت مصر الحديثه، وان شاء الله هتتبني على ايد ان شاء الله ابنها من الشباب ان شاء الله باذن الله. احنا السيد الرئيس يمكن وعدنا بحاجات كتير وراهن علينا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي راهن على الشباب وراهن على الظهير الشعبي، يعني الراجل ما راهنش على حد معين، لا راهن على الشعب المصري. الشعب المصري النهارده المفروض ان احنا بنقف كلنا صف واحد وكتف بكتف مع السيد الرئيس عشان نحقق اللي هو بيتمناه واللي احنا كلنا بنتمناه، انه يوفر حياه كريمه للمواطن الاكثر احتياجا في كرة ونجوع مصر المحروسه. نرجع للاستاذ مراد ويكلمنا عن المباريات اللي جايه واحنا داخلين على امتحانات يمكن بعد كام يوم. اللي اعدته لامانه حزب حماه الوطن بالنسبه لاستقبال الطلبه واحنا داخلين على امتحانات؟ والله ان شاء الله يا فندم بامر الله يا استاذ محمود احنا بنتمنى ان يبقى في المزيد وفي الاكثر، بس طبعا ان شاء الله الخطوات اللي جايه طبعا عشان بدايه المدارس قلنا نطهر جميع المدارس والتعقيم جميع المدارس والمداخل الطرق العموميه ومداخل القرى
وقلنا الكمامات، لان طبعا لازم جدا موضوع الكمامات انه كله يبقى على درايه ان الكمامه مهمه جدا، حاجه بسيطه جدا بس هي مهمه جدا. وطبعا احنا تزيين الكره، تزيين المداخل، بالنسبه لل معلش في اللفظ اللي احنا بنتكلم، الصحه، الصحه دي بالنسبه لنا عندنا ككره او كمركز او كمدينه بنفكر ان احنا نعمل مبادره ان كل بلد او كل قريه ان شاء الله، دي بتتم ان شاء الله بامر الله، وخلاص احنا قررنا ان احنا كل قريه هتتم لها يوم معين هنعمل فيها مبادره للصحه، دكاتره اسنان، دكاتره بطنه، دكاتره قلب، كل قوافل طبيه معلش للقادر ومش قادر معلش، دي منحها الحزب نفسه على اساس يعني تعتبر قوافل طبيه مجانيه لجميع المركز، مش مكان معين او مش وقت معين او مش بلد معين، ده لجميع القوافل. بالنسبه طبعا احنا بنشكر الرئيس طبعا على كل اللي بيتعمل ككباري، كمنشآت، كطرق، في حاجات بصراحه يعني فوق الوصف اللي احنا كنا خلينا ناخد من المهندس محمد ونشوف احنا المعاناه بتاعه المواطنين اللي في اللي مع الشؤون الاجتماعيه. يعني انتوا عملتوا مبادرات كتيره الفتره اللي فاتت، يمكن كنتوا في الشؤون وكنتوا في المستشفيات وكنتوا في قسم الشرطه وكنتوا في الكنيسه، يا ريت تكلمنا عن المبادرات دي. الله يسمح محمود، واحنا بنتكلم الفتره الجايه ان شاء الله ان احنا وعاوزين نتكلم كمان عن دور الاجهزه التنفيذيه، مجلس المدينه متعاون مش متعاون، اسم الشرطه متعاون مش متعاون، كل الشكر الناس اللي موجوده. اكيد راجل بصراحه يعني خير، يعني راجل يعني تعاون لاقصى درجه، احنا كلنا بنقدم الشكر وتحيه للمهندس محمود شنب رئيس مركز ومدينه البدر، بصراحه متعاون الى ابعد الحدود. الراجل ما فيش اي طلب بيطلب منه الا بيلبيه، سواء تليفونيا او شخص او بشخصه، بصراحه ما بيوقفش او ما فيش وقت عنده لاي حاجه، اي طلب معين، لدرجه انه حتى العمال نفسهم بيبعتوا عمال. طب احنا معانا مداخله من الاستاذ محمد الدرجالي نقيب فلاحين المركز. اهلا وسهلا بيك يا سياده نقيب. مبسوط بالبرنامج بتاعك. اهلا بيك يا سياده نقيب. انا مبسوط بالبرنامج بتاعك لوب مصريه، ده برنامج ممتاز في مصر. تسلم يا سياده نقيب. عاوزين نتكلم عن المبادره بتاعه النخيل، وليه اخترتوا المرازيق تحديدا يعني؟ يا باشا المرازيق اكثر مرض سوسه نخيل في مصر اساسا. انا عندي 20,000 نخله، وبرعايه حزب حمايه وطن ووزاره الزراعه هنقضي على سوسه النخيل في مصر ان شاء الله. بالنسبه للفلاحين في مركز البدرشين، انت عارف ان بلد ارياف وكلهم فلاحين. عملنا تامين ومعاش الفلاح، تامين ومعاش الفلاح، وقضينا على سوسه النخيل تحت رعايه النائب نافع عبد الهادي والسيد وزير الزراعه، واحنا وتحت رعايه الحاج محمد العقاري نقيب فلاحين مصر. ايه الجديد اللي ممكن نقدمه للفلاحين الفتره اللي جايه؟ الجديد ان شاء الله يا ريس، ان شاء الله في دواء نازل لسوسه النخيل ان شاء الله باذن الله هيقضي على سوسه النخيل نهائي، ومفيش اي حاجه في مصر اسمها سوسه نخيل تحت رعايه السيد وزير الزراعه وحزب حمايه الوطن. وانا مبسوط من البرنامج بتاعك. شكرا جزيلا سياده نقيب. شكرا جزيلا يا فندم. نكمل كلامنا مع الاستاذه شيرين ونشوف ايه الجديد اللي احنا منتظرينه الايام اللي جايه ديت من امانه محافظه الجيزه. امانه محافظه الجيزه الحقيقه احنا طبعا شغالين على، بالاضافه الى البرامج بتاعتنا في التدريب والتاهيل والدوات، احنا شغالين على الملف برضو بتاع مصر 2030، رؤيه 2030 شغالين عليه، سواء في محو الاميه، سواء في الصحه، سواء يعني في كذا، سواء حتى في الاقتصاد. كمان عندنا الفترة الجاية احنا شغالين دلوقتي حاليا على تحت رعاية حزب حماية الوطن ورعاية النائب سيادة النائب الدكتور نافع عبد الهادي، احنا بنعمل منظومة صحية لكل أعضاء حماية الوطن ولمحافظة الجيزة جميعا، لمواطنين محافظة الجيزة. إن شاء الله المنظومة دي هتخدم ناس كتيرة جدا صحيا، فيها تخفيضات هائلة سواء في المستشفيات أو بنوفر حاجات كتير قوي للناس. فعلا دي بإذن الله هتكون دفعة قوية جدا. وطبعا بالإضافة إلى الملفات احنا كمان بنفكركم إن احنا معنا فقرة تانية في البرنامج، والد عبد الله شهيد أبو رجوان، لكن خلينا ناخد المداخلة دي من الكابتن سمير عيسى امين الشباب بحزب حماة الوطن. اهلا وسهلا بك يا كابتن سمير. محمد ابو عيسى. اهلا يا كابتن سمير. سمير ابو عزيز. اهلا بك يا محمود. اخبارك؟ اهلا يا محمود، اخبار حضرتك يا كابتن؟
يا ترى ايه الجديد اللي هيقدمه امانه الشباب للمواطن في كرة مركز بطرشين؟ ووطننا التلفزيون سنه بس كده بعد اذنك. ان شاء الله باذن الله تعالى بالنسبه للرياضه اقامه دوره رمضانيه. اقامه دوره رمضانيه على مستوى الوحدات بالمركز باذن الله تعالى، وفي اختراق ضاحيه بالمنطقه، وباذن الله تعالى في خدمات ثانيه هتتم هنقوم بيها باذن الله تعالى عن طريق الحزب من كف كل شيء. طبعا احنا بنشكر النائب نافع هيكل امين عام حزب حماه وطن بالجيزه لتبرعه بمبلغ علشان نقدر نتدخل مع الناس ونعمل لهم حاجات خدمات في الشارع. وطبعا بنشكر برضه الاستاذ محمد ابو الفضل امين تنظيم المركز اللي مع حضرتك، بقى مجهود جبار ومجهود كويس، وان شاء الله محمود باذن الله تعالى. انت طبعا احنا بنشكرك اولا، معلش انا اسف، بنشكرك اولا لانك فعلا بتقدر تعمل مكان الاحزاب في برنامج بتاعك، وده ان شاء الله باذن الله تعالى اكون خدمات على ارض الواقع باذن الله تعالى. ويا ريت حضرتك انزل الشارع في البدرشين وهتشوف بنفسك، واحنا ان شاء الله باذن الله تعالى هنعمل توأمه مع حزب مستقبل الوطن وهنشتغل مع بعض طبعا تحت قياده الرئيس مساح السيسي باذن الله تعالى. شكرا يا كابتن سمير. شكرا يا استاذ محمود باشا. شكرا جزيلا. نكمل الخدمات اللي هتؤدى الفتره اللي جايه. شوف احنا طبعا بنشوف بنحاول بقدر الامكان وبما اوتينا من سواء عاوزين نفكر او كده، احنا بنحاول ان احنا نشوف ندعم بلدنا ازاي كده. عاوزين نخرج حضرتك خارج الصندوق ونبعت رساله حضرتك، رساله في ثانيه في نص دقيقه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. سياده الرئيس كل التحيه والتقدير لحضرتك. انا بشكر حضرتك على كل ما بتقدمه للدوله المصريه، احنا في ظهرك. استاذ محمد، احنا بنشكر السيد الرئيس على كل الدعم اللي هو بيقدمه للدوله وكل المسانده اللي هو بيقدمها للدوله، والبنيه التحتيه اللي بتتعمل دلوقتي بصراحه حاجه رائعه جدا. ربنا يوفقه ويوفقنا كلنا يا رب ان شاء الله لخدمه البلد باذن الله. الاستاذ انا بقول له انا بحبك يا ريس، ويا ريت ان شاء الله تفضل معانا على طول، لان فعلا انت بنيت مصر الحديثه ماشي، واحنا وراك وفي ظهرك وفي كل قراراتك سواء كانت الخارجيه او الداخليه. وبنشكر قواتنا المسلحه الباسله اللي بتسهر على حدودنا وعلى مياهنا الاقليميه، وبنشكر الشرطه المصريه. الاستاذ مراد في نص ثانيه كده. طبعا احنا بنشكر سياده الرئيس على المجهود الجبار، بس احنا لنا طلب بس شخصي قبل ما نقفل البرنامج، معلش احنا بنطلب حاجه بس معينه لمركز البدرشين، نازله وطالعه للكوبري الاوسط الجديد، لانه ده عامل عندنا عيب او عامل عندنا المجهود الجبار اللي معمول. بس صوتك وبنقول ان احنا فعلا بس محتاجين النازله بتاعتك بس مش اكتر، ده اللي طلب منه، وبنشكره على المجهود الجبار. انا بشكركم، الوقت عدى سريعا. ضيفنا الاعزاز فكر راقي وشغل على ارض الواقع، واكيد مصر لينا ومصر بينا، ودائما وابدا هنقول تحيا مصر. تحيا مصر. فاصل ونتواصل.